الذين تواصلوا في الأشواط الماضية بالتعليق في أرضية ميدان المرموم وعبر شاشة دبي ريسنج. تواصل سن الإذاع سن الإبداع في هذه الأمسية جميلة للغاية. ينطلق الشوط الثالث في أشواط مساء هذا اليوم، والشوط الثالث للجعدان الإذاعة المحليات الأصايل. نسير مع المركز الأول وشاهين من هجن العاصفة يتصدر المجموعة، يضمر شاهين غياث الهلالي على المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني المراكز يتقدم في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ويضمر سهيل بن مبارك بن مرخان يتقدم على المركز الثاني بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق والجميل. مياس المركز الثالث يأتي في شاهين من هجن العاصفة، والمركز الرابع شاهين من هجن العاصفة. غياث الهلالي يضمر هجن العاصفة ويأتي في شواهين على المركز الخامس، كذلك شاهين من هجن العاصفة يضمر غياث الهلالي. المركز السادس سادس المراكز يتقدم في جمر، تعود ملكية الاسم الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، مطر بن محمد بن أحمد بن رفيع يتولى تضميره. المركز السابع ياتينا في هذه اللحظات وسام لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر مسري بن سالم بالعرطي. والمركز ثامن في هذه اللحظة يتواجد فيه الطويل لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وسعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية التضمير. هذه النتيجة للمراكز الأولى، للمراكز المتقدمة في هذا الشوط، في هذا المسار، في هذا المساء، في انطلاقة الإذاع، في سن الإبداع والإمتاع في 6 كيلومترات. نعود مرة ثانية بعد أن أكملنا النداء للمراكز الأولى المتقدمة مرة ثانية إلى تبادل المراكز. شاهين اللي منفرد واللي مسيطر على المقدمة ما شاء الله، منفرد ومسيطر بأداء جميل ورائع للغاية من هجن العاصفة وغياث الهلالي اللي يقدم هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة. بينما المركز الثاني يأتينا في ثاني المراكز ويتقدم اللي هو مياس، ولا شاهين من المركز الثاني، شاهين من الجانب الثاني على المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات من هجن العاصفة، يضمر غياث الهلالي. بينما المركز الثالث مياس في المركز الثالث لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سهيل بن مبارك بن مرخان يتولى عملية التضمير. الرابع شاهين، والمركز الخامس شاهين من هجن العاصفة غياث الهلالي يقدم التضمير. المركز السادس شاهين أيضا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي. والمركز السابع هذا هو جمر ياتي في المركز السابع لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، مطر بن محمد بن رفيع يتولى تضميره. بينما هناك المركز الثامن ياتي وسام لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر مسري بن سالم بالعرطي. والمركز العاشر يتقدم في الطويل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وسعيد بن عبيد الحميري المضمر. هكذا النتيجة للمراكز الحاضرة في هذا الاندفاع والانطلاق. وهناك هجن العاصفة تتقدم بثلاثية، وشاهين يتقدم بانفراد كلي وجميل بدون منافس مع المصور ومع الكاميرا الأولى، مع الكاميرا العليا. هناك يتقدم عبر شاشة دبي ريسنج وهو يندفع عن بقية الجعدان ليكد أداه الجميل، ليكد استعداده الرائع وانطلاقاته في وسجله الحافل قبل ذلك بالإنجازات. يا سلام. المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة، والمركز الثالث شاهين من هجن العاصفة تتقدم بثلاثية جميلة.
العاصفة في هذا الانطلاق، وغياث الهلالي اللي يقدم هجن العاصفة تضميرها وإدارتها. بينما المركز الرابع ياتينا مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان يتولى عملية التضمير، بينما المركز الرابع المركز الخامس والسادس أيضا شاهين وشاهين من هجن العاصفة يتقدما على مسار هذا الشوط الجميل. وغياث الهلالي وجمر في المركز السابع لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بن رفيع. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة للمراكز الأولى للمراكز المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل في هذه الانطلاقات الرائعة في مساء هذا اليوم هنا في المرموم. وهجن أصحاب السمو الشيوخ التي تنطلق حاملة كذلك هذه الأثار وهذا التنافس وهذا التحدي الجميل والرائع. نعود إلى المركز الأول، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله على شاهين اللي غادر لوحة الإعلان أو وصل إلى لوحة الإعلان مع 1200 وهو في هذا العرض، في هذا العرض الشيق، في هذا العرض الجميل والرائع الذي تحمل دائما هجن العاصفة وشعار العاصفة وهجنها في هذا الانطلاق وفي هذا المساء. هذا هو شاهين بفارق كبير بينه وبين بقية المراكز ويعلن هذا التحدي وهذه الأثارة. بينما العاصفة تأتي على المركز الثاني ما شاء الله تبارك الله، والثالث والرابع والخامس خماسية للعاصفة دائما في هذه المواقع وفي هذا المكان المرموق الذي دائما تنطلق فيه هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة، شعار هجن العاصفة الذي يقدم في هذه المؤسسة الرائعة هذه الأصايل، وغياث الهلالي كذلك الذي يقدم هذه النوعيات وهذه الانطلاقات. ما شاء الله على شاهين، شوف على الكادر العلوي شاهين، شاهين حامل رقم واحد تصنيف جميل، وشاهين وعوايده وانجازاته بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق وهو رقم واحد ويسير بدون منافس على الاطلاق تقريبا 150 متر او 100 متر بينه وبين بقية المراكز في هذا الشوط ليعلن الفوز والعرض التلقائي والذاتية من شاهين اللي يندفع ويستعد للسباقات القادمة للبنادق وللرموز في هذا الموسم. ما شاء الله تبارك الله يقرب من الوصول إلى خط النهاية ويعلن الفوز. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لغياث الهلالي. بينما المركز الثاني أيضا هجن العاصفة تأتي بخماسية جميلة على المركز الثاني العاصفة، والمركز الثالث هجن العاصفة، والمركز الرابع هجن العاصفة، والخامس كذلك هجن العاصفة. هكذا مشاهدي الأعزاء مسار هذا الشوط. عودي للتوقيت الزمني مع مخرجنا اللي يتقدم في هذا الانطلاق. التوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء على شاشة التلفزيون في هذا المسار، شاهين الذي ينطلق بهذا الاندفاع تسع دقائق هذا الذي قدم شاهين هذا التوقيت، تسع دقائق وثانيتين تسع ثواني أو تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، توقيت جميل ومميز للقاية. المركز الثاني 9 دقائق 18 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية، هجن العاصفة في المركز الثاني وغياث الهلالي المركز الثالث. التوقيت الزمني بنشوف على شاشة التلفزيون في هذا المسار وهذا اللقاء 9 دقائق 21 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهنية لغياث الهلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء، أسعد الله مساءكم هذا بكل خير، حييكم وأجدد التحية واللغة مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة.